لطالما ارتبط العمل الخيري في أذهان الناس بالإغاثة وبناء المساجد وحفر الآبار، إلا أن الجمعيات الخيرية هنا في دولة قطر سعت إلى توسيع هذا الأمر إلى عمل تموي مستدام وإلى لعب دور اقتصادي لهذا العمل الخيري. هذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم من الاقتصاد والناس التي تأتيكم من العاصمة القطرية الدوحة، نناقش فيها الضوابط التي تحكم عمل الجمعيات الخيرية ونعرض انعكاس العمل الخيري على حياة الملايين ممن لم تشملهم الخطط الحكومية في انتشالهم من العوز. فأهلا ومرحبا بكم. يوجد في قطر 14 جمعية خيرية وإنسانية تعمل تحت مظلة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية القطرية. تحتل المؤسسات الخيرية القطرية المركز 12 عالمياً من حيث حجم المشاريع المنفذة. بلغت قيمة المشروعات الخيرية التي قامت بها المؤسسات والجمعيات القطرية خلال العام الماضي 1,990,000,000 ريال، أي ما يعادل تقريباً 500,000,000 دولار. على سبيل المثال، فقد احتلت قطر الخيرية المركز الأول عالمياً على مستوى المنظمات الإنسانية غير الحكومية في مجال إغاثة الشعب السوري خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وذلك بحسب تقرير للأمم المتحدة. كما استفاد من مشروعات مؤسسة الشيخ عيد الخيرية 14,700,000 شخص، إذ نفذت 6,642 مشروعاً في 60 دولة، وصلت قيمتها إلى 100,000,000 دولار. كما بلغ إجمالي نفقات مؤسسة راف 136,000,000 دولار، استفاد من هذه المشروعات الخارجية والداخلية للمنظمة 19,300,000 شخص. سيد سعد، بداية لنتحدث عن دور هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في قطر، ما هو الدور المنوط بكم؟ دور هيئة تنظيم الأعمال الخيرية هو الإشراف والرقابة على الأعمال الخيرية والإنسانية. الإشراف يكون في جميع مراحل العمل الإنساني، من جمع التبرعات إلى الاتفاق مع الشركاء الخارجيين وإلى تنفيذ وتسليم المشاريع الإنسانية. هيئة تنظيم الأعمال الخيرية هو نموذج فريد في المنطقة. النموذج هذا يعمل به في بعض الدول المتقدمة، منها المملكة المتحدة وسنغافورة واستراليا. تقوم هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بالتأكد من جمع التبرعات، فيتم الموافقة على المشاريع، بداية من الموافقة على المشاريع والتأكد أنها مشاريع مناسبة ومشاريع تفيد العمل الإنساني سواء التنموي أو الإغاثي. وبعد هذا يتم إعطاء ترخيص للمنظمة الإنسانية بجمع التبرعات، وهناك متابعة من الهيئة بمعرفة المشاريع التي تم تجميع التبرعات لها، وبالتالي ننتقل إلى المرحلة التالية لها، وهو التعاقد مع المنظمات الإنسانية في الخارج سواء منظمات دولية أو منظمات محلية، ويتم تنفيذ المشاريع. ماذا عن طبيعة المشاريع التي تنفذها الجمعيات الخيرية؟ هل هي إغاثية أم يمتد الموضوع لأن تكون تنموية أيضا؟ عادة الإغاثة تأخذ فترة قصيرة وتنتهي المبالغ اللي تم صرفها في فترة الإغاثة، أما التنمية فهي مستمرة لسنوات عديدة. فالتنمية احنا نتكلم على التعليم، فمنها بناء المدارس، منها تشغيل، أيضا عندنا المشاريع الصحية من بناء المستشفيات، من إدارة المستشفيات. وكيف ترون العلاقة ما بين الجمعيات الخيرية القطرية والإنسانية بالمنظمات الدولية خاصة الأممية؟ العلاقة هذه ليست جديدة، في السابق كانت هناك علاقات ما بين منظمات الأمم المتحدة وأيضا منظمات دولية مع مؤسساتنا وجمعياتنا الإنسانية. التعاون هذا كان له عدة أشكال، منها
تنفيذ مشاريع إنسانية، فيطلب من جمعياتنا بتنفيذ مشاريع إنسانية في أماكن الأزمات الإنسانية. وأيضا تطور الموضوع إلى جعل جمعياتنا الإنسانية تراقب عمل المنظمات الإنسانية الأخرى ومدى أداء وظيفتها على أكمل وجه. مشاريع الإطعام، مشاريع كفالة اليتيم كهذه، أيضا مشاريع أخرى اعتدنا على الجمعيات الخيرية العمل بها، بناء المساجد. لكن العمل الخيري مثله مثل كافة القطاعات يتطور، وتطور معه تلك الأدوات، أصبح الآن يركز على ما يعرف بالتنمية المستدامة، مشاريع طبية، مشروعات تنموية تهدف إلى التمكين الاقتصادي. مثال على ذلك الأزمة السورية ولبنان. بدأنا منذ حوالي سنتين بالانتقال من فكر الاعتماد على الإغاثة والانتقال بالمجتمع والنازح السوري إلى فكر التنموي. فكانت بدايتنا بتأسيس أسواق الخير اللي هي فيها حوالي 12 مؤسسة تجارية، منها المواد الغذائية، المطعم والأحذية، الألبسة وغيرها من المحلات. نحن كنا عم نقدم لهذه المؤسسات أو هاي الأشخاص دعم مادي ليبدوا بهذه التجارة، ومنهم قدمنا لهم المواد الأولية ليبدوا في المحلات تبعهم. كل هذا إجا بدعم من الأخوة بقطر عبر أسواق الخير وبعض المشاريع التنموية الأخرى. مثل نحن عنا هون كمان مشروع مشغل الخياطة اللي هو بيشغل 10 نساء. عنا كمان هون إذا مثل ما مبين معنا مركز الدعم النعم النفسي للنساء، دعم نفسي أطفال، مطبخ خيري، فرن للخبز قادر على إنتاج 10,000 ربطة من الخبز يومياً، ملعب لكرة القدم، مدارس من الصف من الروضة وحتى الثامن. أنا بلشت هلا بالمشروع هذا، بلشت مشروع صغير طبعاً، الفضل كله للمشروع الاتحاد الإغاثية، والفضل لدولة قطر دعمتهم، والحمد لله يعني بلش الشغل والشغل صار يتوسع أكثر. نحن بنجيب البضاعة من برا من الأسواق اللبنانية، نبيع لأخواننا اللاجئين السوريين هون يعني، والأمور ماشية والحمد لله. نزحنا من سوريا، الحوادث اللي صارت، فجينا على لبنان تشردنا شوية، فعلا تشردنا كتير قام أولادين حلال عرفوني على مخيم العودة وجابوني لوجه الله تعالى، وأنا طفلتين صغار معي وما لنا معين غير الله. فلما جينا هون لقينا الوضع يعني كأنه دبت فينا الروح، يعني كنا معدومين الحياة بنوب 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 إنه نعيش مستحيل. فلما استقبلوني لقوا وضعي ككبير السن وما عندي مين يعيني، يعني لا أملك حق رغيف خبز حتى، فأعطوني هالمحل ومادية وعلموني وكيف الحمد لله يعني دبت في الروح، يعني مثل إذا أرض عطشانة عطشانة ميتة، فنطرنا المطر، هي المطر تبعنا كان قطر اتحاد والقطر ما بدنا أوصل أكثر منه، هن المطر اللي الله بعطنا علينا وأنقذونا الحمد لله. طاقات مشروع خيري قطري يمكن الشباب من العمل عن بعد في غزة. بعد الفاصل ابقوا معنا.
اهلا بكم من جديد الى تتمه هذه الحلقه من برنامج الاقتصاد والناس، والتي نرصد ونناقش فيها الدور الاقتصادي والتنموي الذي تطلع به الجمعيات الخيريه. ما هي المعايير والضوابط التي تحكم عملها؟ ما هي ايضا المعايير التي تحكم شراكاتها سواء محليا او حتى دوليا؟ اهلا بكم. هل تعمل الجمعيات الخيرية فقط ضمن الخطط التي ترسمها أو تراها أولوية؟ أم أن خططها ونطاق عملها يتفق مع الأجندة الأوسع والأكبر، ومنها أجندة الأمم المتحدة التي تسعى لمحاصرة الفقر عالمياً؟ دعونا نتعرف على الشراكات التي تقوم بها المؤسسات التابعة للأمم المتحدة مع الجمعيات القطرية الخيرية، وما هي المعايير التي تعتمدها الأمم المتحدة لهذه الشراكات؟ كيف تتعامل هذه المؤسسة الأممية مع الجمعيات غير الربحية والخيرية؟ كيف تختار شريكها؟ طبعا منظمة الأمم المتحدة كمنظمات الأمم المتحدة هناك تهتم بالشراكات، والشراكات ليس فقط مقصورة على الشراكات مع الدول، ولكن كيف كذلك بناء هذه الشراكات مع المنظمات غير الحكومية، وكذلك نذهب لأبعد من ذلك الشراكات مع القطاع الخاص. طبعا كيف يتم الاختيار؟ هناك نظام لدينا، في عندنا بعض المنظمات غير الحكومية لديها صفة استشارية لدى الأمم المتحدة، في هذه الحالة يسهل علينا التعامل معها، وإذا كان لا يوجد لها صفة استشارية فهناك كذلك معايير معينة تقوم كل منظمة من المنظمات الأمم المتحدة بدراسة هذه المنظمة غير الحكومية، ليتم كذلك الاتفاق معها بصيغة من الصيغ والتعاقد معها صيغة شراكة تنفيذية على الأرض. الحديث عن نجاح هذه الشراكة بين الأمم المتحدة والجمعيات الخيرية هنا في قطر، هل يعني تتشجع الأمم المتحدة بعقد مزيد من هذه الشراكات كما ذكرت، نقلها إلى دول الجوار أو حتى دول المنطقة العربية كلها؟ هو طبعا هذا دوري كمبعوث الأمين العام، يعني أن أنا أشجع هذه الشراكات، وأني أنا كذلك يمكنني تحصيل مزيد من الشراكات ليس هنا في قطر بل في المنطقة. الهدف حقيقة ليس هو بناء شراكات مع منظمات غير حكومية فقط، ولكن بناء الشراكات كذلك مع القطاع الخاص، والهدف من ذلك هو ليس يعني الأمم المتحدة أو هذه الدول أو هذه الجهات، وإنما كيف ممكن توصيل هذه المساعدات للمحتاجين الذين فعلا يعني يعانون على الأرض. ثمار هذه الشراكة ما هي؟ ثمار هذه الشراكة عدة أمور، أهمها هو توصيل المساعدات للمحتاجين بكفاءة، وكذلك عدم تكرار بعضنا البعض حنا، والذي ومن المفيد أن نعلم أن هناك خطة الاستجابة العاجلة التي قامت بها منظمة الأمم المتحدة أو منظمات الأمم المتحدة مجتمعة، سواء كان في مجال الصحة، سواء كان في مجال الغذاء، سواء كان في مجال المأوى، سواء كان في مجال المياه وما إلى ذلك من المجالات، نجد أن هناك حقيقة أهمية لهذه الشراكة، ثمار هذه الشراكة بأن يكون فعلا هناك تعاون ما بين كافة الشركاء والفاعلين على الأرض لتقديم مساعدات بشكل يعني جدا عالي في الكفاءة، جدا عالي في النوعية، وهذا يجعلنا عدم تكرار بعضنا البعض. تقول
تعتبر جمعية قطر الخيرية أقدم وأكبر الجمعيات الخيرية في دولة قطر، بل وأكثرها انتشاراً من حيث عدد المشاريع المنفذة داخل البلاد وخارجها. وبحسب المسؤولين فإن الجمعية تسعى إلى تغيير ثقافة التبرع، هذا بالإضافة إلى التركيز على مشاريع التمكين الاقتصادي. إذا أردنا الحديث عن قطر الخيرية بشكل خاص والأثر الذي تحدثه ليس فقط في داخل قطر وإنما على صعيد العالمي، أين تتواجدون؟ ما حجم أعمالكم؟ مدى انتشاركم؟ أنا أعتقد أن أهمية قطر الخيرية أنها نموذج متفرد، لأنها تعتبر هي من منظمات المجتمع المدني، هذا أولا. والأمر الثاني أن لها انتشار دولي وجغرافي، حيث أن نحن موجودين في أكثر من 22 دولة، ولنا نعمل في أكثر من 48 دولة، التواجد الميداني في 22 والعمل الجغرافي في 48 دولة. ولكن ليس فقط هذا ما يميزنا، نحن استطعنا خلال الفترة الماضية أن نطور مجموعة من الأنظمة، مجموعة من الإجراءات العمل، من المنهجيات، بالإضافة إلى عضوياتنا في الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية، ومنفذا لكثير من المشاريع التي تمولها الأمم المتحدة وتنفذها كقطر الخيرية. هل هناك دور تنموي للجمعيات الخيرية؟ اللي ينظر للمنظمات الخيرية الإنسانية دائما يقتصر جوانبها ونشاطاتها في الأنشطة البسيطة، حفر بئر، كفالة يتيم، ولكن أيضا المنظمات الإنسانية لها دور كبير جدا في مجال التنمية، سواء كان في مجال التعليم أو الصحة أو خدمات التمكين الاقتصادي أو الرعاية الاجتماعية. والدور الذي تقوم به دور كبير ومكمل لأدوار الحكومات، خاصة في الدول الفقيرة والمحتاجة. وكيف استطعتم تغيير هذه الصورة النمطية عن أداء الجمعيات الخيرية العربية من خلال تطوير برامج، إحداث برامج جديدة؟ احنا في قطر خيرية استطعنا ان نخلق مثلا على سبيل المثال برنامجين كبار، احد منهم في مجال التمكين الاقتصادي وسمي البرنامج برنامج طاقات، هو موجود في غزة للتوظيف عن بعد، ويعتبر من انجح البرامج لإيجاد فرص العمل للناس اللي ساكنين في غزة في مناطق اخرى من العالم، بحيث يتوفر لهم عيش كريم وفرص عمل جيدة. وكيف تستقون طبيعة هذه البرامج خاصة المتعلقة بالجانب التنموي والاقتصادي؟ حتى تعرف هذه الاحتياجات، فأفضل سبيل لك أنك تذهب إلى الجهات الرسمية في هذه الدولة. ولذلك نحن في قطر الخيرية نوقع اتفاقيات مع الوزارات المعنية قبل ما ننفذ مثل هذه المشاريع، وبناء على هذه الاتفاقيات يتم تقديم لنا مجموعة من التسهيلات، هذا أولا. ثانيا نعرف الاحتياج بشكل صحيح والمناطق الأكثر احتياجا والبرامج التي تخدم وتغطي هذا الاحتياج. واحدة من أكبر المعضلات في العالم العربي هو موضوع البطالة، هي الأعلى في العالم، ما نصيبها في برامجكم؟ نعتقد أن ما يقدم في مجال التمكين الاقتصادي أفضل بكثير جدا من ما يقدم من مساعدات. قد تجد من يتبرع مثلا لبئر ما أكثر من يتبرع لمجال التمكين الاقتصادي، ولذلك نعتقد أن لابد أن يبذل مزيد من الجهود، وهذا اللي نحن استثمرنا فيه في قطر الخيرية. بذلنا جهد كبير جدا في تغيير ثقافة المتبرع من المشاريع التي ليس فيها استمرارية للمشاريع التي تعمل تنمية وفيها طابع الاستمرارية، خاصة فيما يتعلق بالتعليم. شكرا لك سيد محمد الغامدي. على كل حال دعونا الآن نذهب إلى أحد مشاريع قطر الخيرية على أرض الواقع، تحديدا في غزة. المشروع الكبير هو التمكين الاقتصادي والتوظيف عن بعد، كيف انعكس على حياة الناس هناك؟ نتابع. علاء الشرفاء، مدير تنفيذي لشركة أمل بلا حدود. شركة أمل بلا حدود هي شركة غير ربحية تم إنشائها بهدف توظيف الخريجين والشباب الفلسطيني، توفير لهم وظائف وفرص عمل في الخارج من خلال استغلال ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهم موجودين في بلدهم. حاليا الشركة يعمل بها أكثر من 120 موظف، جميعهم يعملوا بشركات خارجية. ومشروع طاقات هو التجريب من أجل الاعتماد، وكان يوفر للخريجين فرصة للتدرب في الشركات الخارجية وتجريب الإمكانيات والطاقات الفلسطينية وتوفيرها للشركات الخارجية، بحيث كانت قطر الخيرية توفر الراتب لفترة 3 شهور، بحيث أنه تقوم الشركة بتوظيف
هذا الشخص لمدة 3 شهور مؤقتة وتجرب كفاءته وإمكانياته، وكان نسبة التوظيف أكثر من 70% في هذا المجال. بالنظر لمعدلات البطالة الموجودة بقطاع غزة، مشروع طاقات هو مشروع مفيد جدا بحيث أنه يوظف الطاقات الفلسطينية لتوفير لإعطاء لإبراز إمكانياتها وتوفير أعمال في الخارج دون الحاجة لمصادر غير موجودة بقطاع. ما هو نصيب التنمية وبرامج التمكين الاقتصادي في عملكم كجمعية خيرية؟ الجمعية بدأت أساساً في عملها على مشاريع التمكين الاقتصادي لمدى أهمية هذه المشاريع في رفع من مستوى الأسر المتعففة والشباب المقبلين أيضاً على سوق العمل. ممكن احنا نقول أن حجم العمل عندنا للتمكين الاقتصادي 40% مقارنة بالنسبة الباقية لباقي المشاريع، وهذه المشاريع تكون هي أيضاً في قطر وفي الدول المحتاجة إن كانت في أفريقيا أو في الدول العربية أو أيضاً في آسيا. طب إذا ما أردنا رسم هذه الصورة على أرض الواقع، ماذا أين حققتم قصص نجاح على أرض الواقع من خلال عملكم؟ قصص نجاح ممكن تكون موجودة في فلسطين، قدمنا فيه مشاريع كثير من التمكين الاقتصادي للشباب واللي هو العمل عن بعد، وأيضا عندنا مشاريع في أفريقيا كانت في زنجبار أو في الصومال، وأيضا في السودان تم إنشاء بنك عفيف لدعم المشاريع ودعم الشباب، تدريب الشباب على الحرف المهنية اللي سوق السودان كانوا محتاجينها من صيانة السيارات أو النجارة والحدادة والكهرباء فيها، وأيضا يكون في لهم قرض للمتدربين بعد اجتيازهم لهذه الدورة كقرض حسن، ويبدأ هو في ممارسة هذا العمل ويكون مكتفي هو ولأسرته. هذا فيما يتعلق بعملكم خارج دولة قطر، ماذا عن الداخل؟ ما هي الرؤية؟ عندنا مشاريع كثير أقمنا الحمد لله في قطر وصار في عندهم اكتفاء، خلينا نقول حق بعض المشاريع، وبعض الشباب أيضا صار عندهم أفرع. الآن احنا مقبلين على أيضا مشاريع قادمة في قطر لكفالة أو لدعم الأسر أيضا المتعففة ليس فقط للشباب. بهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الاقتصاد والناس، والتي رصدنا وناقشنا فيها الدور التنموي للمؤسسات والجمعيات الخيرية، ما هي الضوابط التي تحكم عملها. هذه تحية مني ومن معدي ومنتجي هذه الحلقة محمد خالد، في أمان الله.